بالراحة يا ابني. اشرب اشرب. يلا بقى جهز الدنيا. عايزك تديني فيديو ويقول لك كده 10 صنايع عندي بتاع فراخ ومطريه العظمى. يا راجل لو عايز تكبر وتسيب هات لك ايه؟ دمام وايه؟ لان بعد وقليل. احنا بنجيب ابن عم من حوالي 8 9 سنين وبنذبحه، وكنا بنوقف الاول نعامه قدام باب المحل. اتفضل يا استاذ. عايزين حاجه يا استاذ جمال؟ احنا يا ريس ملوك الفراخ، بس لما لقينا الفراخ مش جايبه همها ولا جايبه ثمنها حبينا نتاجر في النعام. افتح يا اسطى عشان الواد ده عطلنا عن الكلام، معلش امسح ده معلش يا